أزول في اللون. تحية لكم ومرحبا بكم في الفيديو الثالث في القضية ديال الذهاب إلى دولة إسرائيل الخاصة بالمغاربة. دولة إسرائيل طلقات هذه واحد اليومين واحد الموقع خاص لأي واحد مغربي بغى يمشي لدولة إسرائيل، سواء كان طالب أو عامل أو رجل أعمال، ولا بغى يدير السياحة، ولا عنده أقارب تما بغى يمشي يشوفهم، ولا عنده الأصدقاء. الموقع فيه ثلاثة ديال اللغات، وإلا كنتي كتفرج فيا في اليوتيوب غادي تلقى الموقع في الوصف أسفل الفيديو، كنتي كتفرج فيا في الفيسبوك غادي تلقى الموقع الفوق ديال الفيديو. أول حاجة فاش كتدخل الموقع كتلقى واحد العبارة اللي هي زوينة صراحة. الموقع تيقولك بأن فاش كتدفع الطلب ديالك راه مستحيل شي واحد يدخل لك باش أنه تعطي لك الفيزا، يعني راه ما كايناش شي حاجة هنا سميتها دهن السيريسير ولا باك صاحبي. الحاجة الثانية اللي كاينة في الموقع أنه تيقول لك راه خصك تخلص رسوم ديال التأشيرة ورسوم ديال الخدمات، وتيقول لك الموقع إلا تقبلتي مزيان، ما تقبلتيش راه ما كيردوش لك هذاك الشيء اللي خلصتي. بالنسبة لرجال الأعمال ولا غادي للسياحة وزيارة الأصدقاء والأقارب تيخلص 540 درهم، واللي بغى يمشي باش يقرا تما يعني طالب خصو يخلص 830 درهم، واللي مشى تما باش أنه يخدم تيخلص 300 درهم. ويلا تعطات ليك الفيزا تتمشي تشد الباسبور ديالك، ويلا كنتي مشغول ولا مسافر يمكن شي واحد اخر يمشي يهز الباسبور ديالك يجيبو ليك، ولكن تيخصك تعطيه واحد بحال الوكاله كما كنقولو حنا، واحد الوكاله خصك تعمرها وتسنيها انت ويسنيها هو وتعطيها ليه باش انه يمشي يشد ليك الباسبور. والنموذج ديال الوكاله راه كاين في الموقع وراه غادي يبان لكم في الشاشه. وفي الموقع راه غادي تلقى جميع التفاصيل وجميع الوثائق اللي غادي يخصك، يعني راه كل شيء مفصل في الموقع، وحتى الصور اللي خصك تجيب تصور ديالك راه دايرين ليهم واحد المعايير واحد المقاييس معينه، وكما كتشوف في الشاشه المهم راه كل شيء في الموقع. وفاش تتحط الدوسي ديالك تتكون فيه واحد الورقه اللي تتسمى بالتصريح، بحال التصريح بالشرف اللي كنعرفو، فيه جميع التفاصيل ديالك، الاسم، مزوج، عندك الاولاد، مطلق، فين كتسكن، مهم جميع التفاصيل ديالك. النموذج غادي يبان لكم في الشاشه، وهذا النموذج هذا راه فيه كل شيء، علاش غادي، شحال غتجلس تما، شنو غادي دير تما، شنو هو السبب اللي خلاك انك تمشي لاسرائيل. وهذا التصريح هذا تتعمر بلونجلي ولا العبريه. وفي هذا التصريح هذا في الورقه الثالثه، يعني في الورقه التاليه، كاين واحد العبارات تما انترجمهم لكم بالدارجه باش تفهموا شنو كاين. تتصرح بان جميع المعلومات اللي حطيتي هنايا في الدوسي راهم صحاح، وتتصرح بانك عمرك درتي شي جريمه ولا راك ماشي واحد يعني مبحوث عليه ولا تيقلب عليه القضاء ولا البوليس، وتتصرح بانك انت ماشي ضد اليهود وماشي ضد الدوله ديال اسرائيل وعمرك قلتي عليهم شي حاجه ماشي هي هذيك، وباللي ما فيك شي مرض، يعني شي مرض اللي ممكن انك تعادي به الناس، وتتصرح بانك الا مشيتي حتى درتي شي حاجه ماشي هي هذيك ان الدوله ديال اسرائيل كترجعك لبلادك. وهنا غادي نحل واحد القوس، كون على يقين الا كنتي مشحون بالقوميه العربيه والتحرير والجهاد ودوك الافكار اللي داز عليهم التاريخ، كون على يقين راك ما غاديش تقبل. ويلا انت من هذوك الطروات اللي كيعمرهم الاعلام وكيشحنوهم بلا ما تمشي بلا ما تعيي راسك، ويلا نسيتي الاصل ديالك ديال شمال افريقيا ونسيتي الهويه ديالك تا مغربي غير سير تمشي تكمش، حيت بحالك راه مرفوض سواء في دوله اسرائيل او الدول الاخرى اللي كتحترم راسها. ايوا بلا ما تزاحم عباد الله، ودير في بالك بان اي واحد كيحط الطلب ديالو راه تيكون عليه واحد التقرير، وراكم عارفين المخابرات ديالنا ديال المغرب من المقدم وجبد حتى حجر ما تتزقل، وعارفين عليك الشاده والفاده. هاد الاوراق كاملين اللي غادي تلقى في الموقع كتديهم من مكتب الاتصال ديال اسرائيل في الرباط، وكيخدموا من الاثنين حتى الجمعه، من 9 ديال الصباح حتى ل 5 ديال العشيه. وفي الموقع راه غادي تلقى النمره ديال التليفون، اي واحد بغى يتصل بغى يعرف شي معلومات بغى يسول على شي حاجه راه كاين الموقع انك ممكن تتصل بهم. وفي الموقع تيقولك بان الا شي واحد بغى يحط الطلب ديالو باش ياخذ الفيزا لدوله اسرائيل وفي مثلا اعاقه جسديه انه كيطلبوا منه يتصل بهم قبل ما يمشي للمكتب على اساس يستقبلوه ويعرفوا كيفاش يتواصلوا معه. واخر اشاره غادي نحطها لشي ناس وانا عارفهم ما غاديش يوصلوا يعني لهاد المرحله اللي راني كنهضر دابا فيها في الفيديو، حيت انا عارفهم غادي تلقاهم سبوا بعدها وشتموا من اول فيديو لا غير من العنوان. المهم هذاك السب والشتم ديالكم ودوك الدعوات ديالكم راه غير كتضيعوا الحجرات، غير كتضيعوا الوقت وكتبينوا المستوى ديالكم، حيت شحال هادي وانتم كتدعوا لاسرائيل بالزوال، شحال وبالشتات، شحال هادي عشرات السنين
وما وقع لهم والو. اليهود مازالين مستمرين غاديين كل عام وما كيتطوروا. جوج حوايج، يا اما انتم فيكم الدغل والايمان ديالكم ناقص، ولا الاله اللي كتدعيو ليه ما مسوقش ليكم وعزيز عليه اليهود. وقيل التالية هي اللي صحيحة. وليكم تنقول ما دام انكم تذكروا مثلا اليهود وتبقوا تسبوا فيهم، ولكن تلقاكم تتحرقوا لاوروبا، تمشيو لفرنسا اسبانيا، المهم اوروبا كامله. الحلم ديالكم انكم تمشيو لاوروبا، ياك اوروبا فايت استعمرت شمال افريقيا وما خلات ما دارت في شمال افريقيا. ايوا هذاك الكره اللي كديروا اليهود ديروا حتى لاوروبا، ما تمشيوش ليها. يلا تهلاو.